بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا راجعين لصلة الخير بيننا وبينكم، والفقرة بتاعتنا يوم الاثنين من كل اسبوع اللي هي بتتكلم عن ذوي الإعاقة في مصر. ذوي الإعاقة في مصر عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا، ولكن المشكلة في مش في المشاكل بس، المشكلة في الحل ازاي او الحل فين. لو احنا بصينا لعدد ذوي الإعاقة في مصر هنلاقيهم وصلوا للآن 17 مليون معاق. 17 مليون معاق طبعا ده رقم ضخم جدا، محتاجين ان احنا نقنن الناس دي ونحطها في وضعها السليم، على اساس ان احنا الناس دي نازلة حقوقها في الدستور ولم تفعل الى الآن. طبعا 17 مليون معاق محتاجين تأهيل، محتاجين ان هم يطلعوا لسوق العمل، يطلعوا للرياضة، يطلعوا للفن، يطلعوا للأدب، يطلعوا لجميع المجالات. تأهيل المعاقين محتاج مننا مجهود كبير جدا جدا، محتاج تضافر الدولة مع منظمات المجتمع المدني، مع الجمعيات الأهلية، مع الحكومة، ل وضع ذوي الإعاقة في الوضع الصحيح. أنا عارف طبعا ومتأكد أن الدولة بتعمل منذ فترة طويلة وعلى أساس أنها تحط ذوي الإعاقة في مكانهم الصحيح أو تأهلهم التأهيل الصحيح، ولكن هل إحنا مستعدين أن إحنا نستقبل ذوي الإعاقة في وضعهم وفي حياتهم وفي مشاكلهم وندمجهم داخل المجتمع صح؟ احنا كل اللي احنا عايزينه دلوقتي ان احنا نحط نفسنا مكان المعاق ونشوفه هو بيعاني ازاي في اليوم وبيعاني ازاي في حياته، واحنا هل بنحترم المعاق ولا ما بنحترمش المعاق. احنا عندنا في بعض الفيديوهات هنتكلم عنها او نتكلم بخصوصها. نشوف الفيديو اللي جاي على عملية احنا بنحترم المعاق ازاي، هل بنحترمه زي ما بيحترموه بره، هل بنحترمه زي ما بيحترموه في دول اوروبا، هل هو واخد حقه في الشارع، واخد حقه في كل مكان. تعالوا حضراتكم نشوف الفيديو الاولاني وبعدين نتكلم نشوف الفيديو فيه ايه. زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو معانا، المعاناة اللي بيعانيها المعاق داخل الطريق وفي الأماكن
اللي المفروض يتحرك فيها بسهولة، وهو رايح على المسجد عايز يطلع على الرصيف. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، ولكن بسيطة جدا جدا وفي ايدينا حلها. يعني احنا الجهات المعنية برصف الطرق وعمل الأرصفة، وزارة النقل، المحافظات المفروض تاخد بالها وتعمل مكان لصعود المعاق الحركي بالذات ازاي يطلع على الرصيف. يعني احنا بعض الاماكن عندنا في مصر الرصيف 40 سنتي و50 سنتي، دي مشكلة كبيرة. فطبعا المفروض ان احنا المعاق نعمل له حسابه عشان نقدر ان احنا نحط المعاق بدون معاناة في الطريق.